كانت الساعة 5:05 لما حكيت معهم وقالوا لي نحن عم نركب بالسيارة وحنتوجه على البيت. صارت الساعة 6، صارت الساعة 7 ما أجوا. اختطفوا من مطار دمشق الدولي وهن راجعين كانوا من الصين. ومن يومتها لتاريخ هاي اللحظة ما بعرف عنه شيء. فأنا ضليت قوية حد لأنه كان في عندي شيء لازم أعمله مشانه. بلشت بعملية البحث. اتصلوا فيني هدول الصبايا مشان نعمل هاي المجموعة. عائلات من أجل الحرية. يعني نحن أولادنا وأزواجنا وأحبابنا هن اللي بالمعتقل. نحن حبينا هيك نوصل صوتنا لكل هذا العالم. وأنا اللي بدي أقوله أنه أنا ما رح أتعب لا رح كل ولا رح مل. لا أنا ولا بتصور المجموعة الصبايا اللي معي رح يتعبوا ولا رح يضلوا يطالبوا بحرية أولادهم. نحن 5 سيدات كنا حاملين صور، كل واحد حامل صور ابنه. أنا لا لا شغلة، أنا اعترت ما بين إنه أنا بدي أحمل صورة ابني ولا زوجي. الشباب اللي وراي كمان كانوا حاملين صورة ابني. كانت الوقفة كتير مؤثرة، كتير رائعة. كتير حسيت حالي إنه هذا هون مكاني أنا مع هدول السيدات الرائعات. أنا بنفس وقت قديش كنت من جوا حزينة وعم بتألم، بس قديش كنت شامخة الرأس وقوية لأنه هذا مطلبي الحق اللي بدي أكسر فيه كل العالم.